على طريق الدولرة، هل يتخذ القرار بتسعير تعرفة الاستشفاء بالدولار؟ نقيب المستشفيات سليمان هارون ينضم إلينا للإضاءة على هذا الملف. مساء الخير دكتور هارون. مساء النور لأهلي كل دكتور، هل سيتخذ هذا القرار؟ هل سوف تتم يعني رفع أو جعل تعرفة الاستشفاء بالدولار؟ هو عمليا صارت وخلصت، يعني الفرق انه بدل ما تدفع الجهات الضامنه، يعني نعم مثل الضمان الاجتماعي ووزاره الصحه وتعاونيه الموظفين، اللي عم بيدفع الفرق هو المريض. يعني تاخدي فكره، وزاره الصحه رفعت التعريفات 7 مرات، الضمان الاجتماعي رفعها 2.5، تعاونيه الموظفين بحدود 10 مرات، بينما فعليا الدولار صار 50 ضعف عما كان عليه بالأول، وبالتالي بعد تعريفات الجهات الضامنة الرسمية أوطى بكتير 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 من الكلفة الفعلية. عمليا هلا اللي عم بيصير، المواطن عم بيدفع الفرق. مشان هيك نحن عملناش الجهات الضامنة الرسمية تعمل التعريفات مع مؤشر على الدولار، أسوة بكل شيء. كل شيء صار فيه مؤشر على الدولار، من الأكل للمعدات الطبية للأدوية للمحروقات، يعني ونحن بنشتري منهم كلهم هودي. بالتالي فعليا كلفتنا صارت بالدولار، ولابد أنه نحن نفوتر فواتيرنا بالدولار. راح يكون لهذا الموضوع تداعيات أو مزيد من التداعيات السلبية على الحياة اليومية للمواطن الطبيعي. هي هلا التداعيات موجودة، يعني صار له عمليا، صار للمستشفيات اكثر من 4 5 اشهر عم بتدفع المرضى فروقات، وعم ننادي وعم نحكي على كل وسائل الاعلام انه يا جماعه يا جهات ضامنه شوفوا المريض شو عم بيدفع فروقات. وما بنقدر، يعني بتكون في خيار، يا اما بدنا نسكر المستشفيات او في حدا بده يدفع الفرق بالفاتوره. لحديت هلا المريض هو عم بيدفع الفرق. هلا للاسف انا شعوري انه جهات الضامنه الرسميه ما عندها الطاقة المادية انه تغطي الكلفة الحقيقية للفاتورة. ولحد المستقبل المنظور انا مثل ما شايف بتأسف اقول انه المريض هو يلي عم يدفع الثمن. يعني مع الأسف قديش بده يتحمل هالمواطن تيتحمل أكثر؟ يمكن مش ذنبكم، بس الأعباء صارت كتير كبيرة. أرقام خيالية عم تطلع عشرات ملايين أو مئات ملايين الليرات، وهيدي مش بقدرة المواطن يدفعها. عفوا. صحة. يعني مع الأسف دكتور هارون، على أمل في أن تنتهي هذه الأزمة. شكرا لك ولمداخلتك بهذه النشرة.